يا نساتي، سادتي احبائي في كل مكان، طابت اوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في مباراة اليوم، اجواء جميلة قبل كل شيء. اللقاء سيقام في طقس رائع جدا بصراحة، جو كورة، جو يساعد اللاعبين على التألق، لذلك نتوقع ان نشاهد كرة قدم ممتعة. حديث للاعبين، يلا اعطوني ما لديكم، قدموا الكرة القدم اللي ننتظرها اليوم. أجواء رائعة هنا في هذا الملعب، كل شيء جاهز من أجل الإثارة والمتعة والشغف وكرة القدم. وركلة البداية. الآن إمكانية المرتدة. كين يلعب رمية التماس، مرت الكرة تسديدة في اتجاه المرمى، ردة فعلها سريعة جدا. إلى دقة أكثر. كرة إلى الأمام، قد تكون هذه فرصته. كرة طولية من الحارس، وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. الكرة ملعوبة من مسافة، كرة جميلة، فرصة للتسديد. أعتقد أن اللاعب كان متقدم، نعم تسلل موجود. تلعب الكرة إلى الأمام، واكين بينية إلى محمد صلاح، هل يمكن أن يستغل الفرصة أن يسجل؟ واللاعب والحكم الثاني يقول تسلل. كرة طولية من الحارس، يلعبها طويلة، إمكانية مرتدة الآن، فأتت ومرت وصلت إليه. كاكا، ساديو ماني، كرة ممتازة، فرصة للتسديد. ليفربول يحصل على الكرة مرة أخرى،
يلعب كرة على اليسار، واكين مرور جميل من المدافعين وانطلاقة على اليسار. واكين خسر المواجهة أمام خصمه، فرصة هجوم معاكس تنطلق صافرة النهاية ونهاية الشوط الأول. لنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. ليفربول على الرغم من السيطرة في الشوط الأول، على الرغم من كمية الفرص من الأفضلية، سيطرة بالطول والعرض، لكنه لم ينجح في استغلال هذه الأفضلية. لا شك أن الفريق الأفضل على أرضية الملعب، لكن النتيجة لا تعكس مجريات. محمد صلاح لعبة في منتهى الروعة، وضعت في المرمى بشكل جميل، أنهى الهجمة بشكل رائع. مثل هذه اللقطات تؤكد لك قيمة التهديفية العالية. التقدم في هذه اللحظات بهدف مقابل لا شيء. يحاول أن يلعب كرة بينية، لاعب في الأمام في مكان التسلل. أفقد الخصم التركيز، التوازن. الآن فرصتهم للمرتدة، فرصة سانحة للتسجيل. إضاءة ممتازة من الدفاع. يلعب كرة على اليسار. الله، كرة جميلة يستلمها اللاعب. إلى رمية التماس. عدت الكرة، تألق غير عادي من الدفاع في مباراة اليوم. يلعب كرة على اليسار، لا يمكن إهدارها. يلعب كرة على اليسار، كرة عرضية. ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة، تسديدة أخرى. ضغط قوي، تمكن من افتكاك الكرة. يلعب كرة على اليسار، هجمة مرتدة الآن. أرنولد في كرة خطيرة إلى الأمام، لديه الفرصة الخطيرة. رونالدينو غاوتشو، الكرة في المرمى، جول. كرة لا يمكن أن تضيع. يتوقف اللاعب الآن، سيتم إجراء تغيير. هدفين مقابل لا شيء، المباراة أصبحت أسهل بعد تسجيل هدفين. بالتأكيد أنه سيحاولون فرض المزيد من السيطرة من كاكا. يا سلام، أداء كبير جدا في مباراة اليوم، ينجحون في إضافة هدف آخر. تمهل، تأني في الكرة، وبعد ذلك أجمل نهاية. النتيجة 3 أهداف نظيفة الآن. كرة ملعوبة إلى روبرتو فيرمينو. يحصل عليها ساديو ماني، كرة طويلة للأمام. كريستيان تيو، محاولة من جهة اليسار، ينطلق إلى الأمام بسرعة. ماذا بعد كل هذا؟ هل يمكن أن يسجل الآن؟ كاكا، تلعب كرة جميلة، جول. بكل سهولة وأريحية في هذه المباراة انتهى كل شيء.
أصبحنا نشاهد مباراة في اتجاه واحد. لم يكن عندها الفرصة ليفوت مثل هذه الكرات. فرضوا سيطرتهم الكاملة على هذه المباراة. اللمسة الأخيرة كانت من أروع ما يكون، براعة كبيرة في التعامل مع الكرة أمام الحارس. المباراة يا لها من ليلة كبيرة، هذه الكرة اللي نحب مشاهدتها مثل هذه الليالي. مشاهدينا الكرام، قبل انطلاقة المباراة يبدو أن كل شيء مثالي هنا من أجل مباراة كرة قدم ممتعة، لأن الأجواء رائعة بشكل عام، الطقس جميل، أجواء رائعة في المدرجات، سماء صافية، كل شيء مثالي. بقي لما يمكن أن يحدث على أرضية الملعب على العشب، ومطالب اللاعبين بإظهار إمكانياتهم لكي نستمتع بكرة قدم. هنا أنفيلد حيث الأجواء والمشجعين والتاريخ والأشياء التي لا يمكن وصفها في هذا الملعب العالمي. وركلة البداية ليفربول. ليفربول يعود اليوم على ملعبه وبين جماهيره بعد أن نجح في مباراة الذهاب، ويبدو في وضعية ممتازة للتأهل. كريستو كورة، أنهى الهجمة بشكل رائع. مثل هذه اللقطات تؤكد لك قيمة التهديفية العالية. له الأسبقية في التسجيل. ماذا بعد كل هذا؟ هل يمكن أن يسجل الآن؟ ربما لو مرت لكانت خطيرة. دفاع رائع اليوم، بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. كاكا، الكرة داخل الشباك، ولكنه كان متسللا. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. راية صافرة، اللاعب يقع في مصيدة التسلل مرة أخرى.
ليفربول يحصل على الكرة مرة أخرى. يستمر في المحاولة في الركض بالكرة. جوميز انطلاق، فرصة للتسديد. صنع فرصة جميلة للغاية. قام بتحرك مذهل من منتصف الملعب، بذل جهد كبير للوصول إلى الحارس. اللمسة الأخيرة هي اللي كانت مشكلة، لم ينجح في استغلال الكرة. نجحوا في تخليص كل الكرات. تدخل جميل واعتراف أجمل. يتم احتساب ركنية. كرة رأسية خطيرة، لن تسبب أي إزعاج. الحارس كان في مكان خطير جدا أمام المرمى، الكل ينتظر الهدف من هذه المسافة، لكنه ضيعها بطريقة غريبة جدا. كرة طولية من الحارس، يسيطر على الكرة. تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. تحرك جميل بالكرة، ينجح في المرور. هذه فرصة خطيرة، هذه فرصة خطيرة، سننتظر. كاكا لم يكن محظوظا. ساديو ماني يتعرض لالتحام قوي. ساديو ماني يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. محمد صلاح يحاول يسدد، يلعبها ببراءة. تسديدة رائعة. مرت الكرة. أرنولد لوحده بمجهود فردي، تحرك. الله، ما محمد صلاح. تصدي غير عادي من حارس المرمى محمد صلاح. نعم نعم، حاول أن يسجل لكن واجه حارس غير عادي، تمكن من صدها من ردة فعل غير عادية. يا إلهي، ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. الكرة ملعوبة من مسافة. إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. يلعب كرة طويلة، وصلت إليه. يمكن أن يضيع مثل الكرات، لو كنت مكانه بالتأكيد سأسجلها. بهذه الوضعية الآن مع انطلاقة صافرة الحكم نهاية الشوط الأول. يمتلكون السيطرة الكاملة الآن، عليهم الاستمرار في فرض الأسلوب طيلة شوط المباراة الثاني. يستهدف المباراة مع انطلاقة الشوط الثاني رونالدينو غاوتشو. لعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. وتخرج الكرة إلى رمية جانبية. واحد ضد واحد، فرصة خطيرة جدا. كرة طويلة للأمام. رونالدينيو غاوتشو
كوتينيو. لو سيلسو يستعيد الكرة سريعا. يحاول أن يلعب كرة بينية. يشير مساعد الحكم بالفعل إلى وجود تسلل. يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية. لاعبو الهجوم غير قادرين على كسر مصيدة التسلل. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. ساديو ماني. واحد على واحد. رونالدينو غاوتشو. إلى خارج المرمى. ردة فعل أسرع من الجميع. قام بتسديد الكرة لكنه لم يكن محظوظا. ابحث عن الحظ يا صديقي. كرة طولية من الحارس. محاولة من جهة اليسار. روبرتسون يلعبها لمنطقة الخطر. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. الكرة روبرتو فيرمينو يرتكب مخالفة واضحة جدا. كرة خطيرة أمامه مجال للتسديد. مرور جميل من التدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. مرت الكرة بشكل جميل. كرة من جهة اليمين. روبرتسون تاكلين جرايا. محمد صلاح باتت ومرت وصلت إليه. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ تمريرة قوية أكثر من اللازم. روبرتسون اندفاع غير عادي من جهة اليسار. كاكا. كرة كانت قريبة جدا على اعتاب المرمى تقريبا ولكنها في الأخير ضاعت. ويليام كارفاليو لمسة على اليسار. المرتدة. تمريرة بينية. أعتقد أن اللاعب كان متقدم. نعم تسلل موجود. كرة طولية من الحارس. الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. تسديدة في اتجاه المرمى. الله على هذا التألق، على هذا الحارس، على هذه المباراة الكبيرة ليقدمها الجول كيبر. تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. واكين. دفاع كبير. المضاف بدل الضائع صافرة
بعض المباريات، لكن أظن من اللاعبين المشجعين أيضا المدرب بالتأكيد تفكير كله في المباراة النهائية. شيء رائع أن نكون جزء من مباراة مثل هذه بالتأكيد. ليلة كانت غير عادية، مباراة كبيرة. شكرا للاعبين على ما قدموه من أداء في مباراة اليوم. بالتأكيد أنني سعيد بالتعليق عليها، وبالتأكيد أن الكثير مما تابعوها سعداء بحضور مثل هذه المباريات.